خالي هلا من زمان نحن كنا نعيش بهجة العيد غير هيك، فالأطفال هلا ما ذنبهم إنهم ما يعيشوا البهجة اللي كنا نحن نعيشها. بنحاول نحن بقدر الإمكان إنه نلبسهم قطعة ينبسطوا فيها بالعيد، أقل الإمكانيات إنه يعيشوا بهجة العيد اللي نحن كنا نعيشها أيام زمان. أول مرة مسكت إبرة وخيط كانت في مرة جاي لعند الوالدة الله يرحمها، فأنا فتت على الغرفة صرت جيب قماش قديم عنا قطنيات وهيك، وحط قماش من عند إخواتي الصغار قص علي، وصرت أشتغل عليهن وعملت لها للمرة ديارة. تفاجأت بساعة، خلال ساعة كانت جاهزة لديارة، فانبسطت المرة كتير. اتصلت فيني زميلي إلي قالت لي في مشروع بالهلال الأحمر قدمي على الأرامل، فقدمت عليه الحمد والشكر لله وانقبلت فيه. فرحتنا نحن كانت من زمان بثيابنا، هلا الأم فيها تشتري لأولادها، فبتروح بتظبط بتعمل حركات لبنتها، بتنبسط ببهجة العيد. والبلد شوي الحالة مانا زيادة، فكل أم بدها ترقع بتصير تظبط من أخت لأختها الأصغر، وبتعمل لها حركة من نعمل لها موديل مثلا بتنبسط فيه. اللي في عالم خالي فقيرة، في عالم معها مثلا مرض ما يدوب تجيب الأدوية تبعيتها، فإذا أجتني شي تسليحة من هيك عالم أنا ما باخذ، لأنه الحمد لله إذا الواحد ساعد الناس الله بيبعث لهم يساعدهم.